ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، هل من ردود فعل جديدة بعد استدعاء السفير البريطاني في إيران؟ نعم، حتى الآن لم يصدر ردود فعل رسمية أو ما إلى ذلك، وحتى الآن بريطانيا لم تعلن عن موقفها المباشر بانتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي، لكن يبدو أن بريطانيا لن تختلف كثيرا عن رأي كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض الخلافات بطبيعة الحال، ولا ننسى أن بريطانيا أيضا ممن يناقشون الملف النووي الإيراني، لكن هناك هذا الاستدعاء يتحدث عن الخلافات التي حدثت بين الانتخابات والمكاتب التي كانت مخصصة للانتخابات الإيرانية هنا في بريطانيا، سواء في برمنغهام أو في لندن، ونواهة الخارجية الإيرانية أن نعم. هناك اشتباكات حدثت. نعم، كنت سأسألك حول المظاهرة التي من المفترض أن تخرج رفضا لرئيسي وللعملية الانتخابية الإيرانية برمتها. نعم، في الخلفية ورائي كما ترين هذه بعض التحضيرات من المسيرة التي ينظمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمناسبة مرور 30 عاما على إنشاء هذا المجلس الوطني للمقاومة، وأيضا هنا الكثير سيتحدثون عن الجرائم التي ارتكبها الرئيس المنتخب بالفعل، وأنه كان من أحد الذين شاركوا في المجازر الدموية في الاعدامات الكثيرة، وخصوصا عام 1988، والتي دائما ما تحتفل بها المقاومة البريطانية أو تذكر بها العالم الغربي عن المجازر التي حدثت منذ الثورة الإيرانية الإسلامية ومستمرة. هذا المجلس الوطني المقاوم ينظم هذه المسيرة، ينظم هذا التجمع على الآن، ربما بعد ساعة من الآن ستبدأ رسميا هذا التذكير ولمدة ساعتين أمام بالطبع البرلمان البريطاني، ورسالة مباشرة أن هناك مقاومة إيرانية داخل الأراضي الأوروبية بما فيها بريطانيا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه رسالة لكشف ما يحدث من كما يصفها المجلس الوطني المقاوم الإيراني بأن مهزلة انتخابية وليست في صالح الشعب الإيراني، وأنه خصوصا انتخاب هذا الرئيس الذي يديه ملطخة بالدماء من حيث القضاء الذي كان أحد الذين قرروا بإعدامات، ومنها 200 إعدام شارك فيهما في الحكم بهذا الإعدام الذي يرون أنه لم يكن عادلا في أي وقت من الأوقات، وخصوصا أن هذه الأعداد ازدادت على مدار السنوات الثلاثين الماضية. عمرو المنيري مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.